لصقل الأفكار وزيادة المنافسة والإنتاجية وتشجيع كافة المؤسسات للاستثمار في الابتكار والإبداع، انطلقت النسخة الأولى من أسبوع جائزة العريمي بوليفارد للابتكار، وذلك بالتعاون مع الاتحاد العماني للمخترعين. في أسبوع الابتكار في العريمي البوليفارد تم انتقاء 60 متسابق من أصل 133 مشارك تقريبا، وحسب شروط اللجنة التي اختارتهم. والفكرة في ذات الوقت هي عرض هذه المنتجات أو الخدمات، والسماح خلال هذا الأسبوع لرجال الأعمال وشركات الاستثمار الراغبة في الاطلاع على ما توصل إلى المخترعين من منتج أو خدمة في الدخول في شراكة معهم لتحويلها من مجرد فكرة إلى منتج متوفر في الأسواق وناجح ومستدام. الجائزة استهدفت مختلف الفئات، طلاب المدارس والجامعات والكليات والجمهور العام، وتأتي لدعم المبدعين وتوفير بيئة حاضنة لهم وقيادة ثورة الابتكار لتشجيع المؤسسات في الاستثمار بالمشاريع المبتكرة. هذا القفاز يساعد الصم والبكم على التواصل مع المجتمع، فيحول لغة الإشارة إلى كلام مسموع ومكتوب عن طريق تنزيل تطبيق في الهاتف. هذا المنتج هو عبارة عن ثلاث أجهزة في جهاز واحد، عبارة عن طوبق وهي طبقة للخبز، وطبقة أخرى للطهي والشوي، والخلية الشمسية تقوم بتشغيل الجهاز. أيضا الجهاز يحتوي على بطارية حتى يتم تخزين الطاقة الشمسية في البطارية لاستخدامها لفترة المساء. هذا الـMDC هو عبارة عن نظام إطفاء في المركبات يحل مشكلة احتراق المركبات. إذا صار عندك حريق في المركبة فهذا الجهاز يطفي الحريق اوتوماتيكيا باستخدام تقنيات حديثة في الإطفاء. هذا وتعد هذه الجائزة الوسيطة بين العقول المبدعة وغيرها من المؤسسات والأفراد ورجال الأعمال، حيث ستساهم في إيجاد أجواء تنافسية، كما أنها ستوفر بيئة مناسبة للتعرف على المشاريع وتبنيها وتطويرها والاستثمار فيها من قبل رجال الأعمال.